العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 28 درجة مئوية، الملموسة 17، رطوبة منخفضة حوالي 15%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. كذا خاطر عديد من الأمطار تكون خفيفة الشدة بالمجمل 30 إلى 17، عرعر أتربة مثارة 29 إلى 18، نفس الشيء في تبوك مع 28 إلى 17. المنطقة الغربية مدينة جدة رياح نشطة 39 إلى 28، مدينة المنورة زخات رعدية من الأمطار مع أتربة مثارة 41 إلى 27، مكة المكرمة غبار خفيف 40 إلى 29، والطائف تفرق بعض الغيوم 31 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية أبها زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهيرة 28 إلى 20، الباحة 30 إلى 22، وجازان 35 إلى 33. المنطقة الشرقية الدمام طقس حار 43 إلى 29، حفر الباطن 44 إلى 26، أما الإحساء 44 إلى 28. بالنسبة للمنطقة الوسطى حائل زخات رعدية من الأمطار مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 37 إلى 15، بريدة 41 إلى